مشهد جيسي عبدو في مسلسل ظل يخلق موجة واسعة من التفاعل، مستخدمون كثر يمدحونها ويثنون على أدائها ويقارنونه بأدوارها السابقة، والممثلة تحتفل بنجاحها. حاز المشهد الذي ظهرت فيه الممثلة اللبنانية جيسي عبدو توبخ الممثل السوري عبد المنعم عمايري على اهتمام وتفاعل واسعين من قبل الجمهور. في المشهد ظهرت جيسي ممسكة باختبار حمل وتقف بقوة وثقة أمام العمايري توبخه على أحضار الاختبار لها لإجبارها على إجرائه، وقالت له أن هذا الاختبار كشف حقيقته. الممثلة الشابة قامت بمشاركة المشهد عبر حسابها على إنستغرام وأرفقته بتعليق قالت فيه: هيدي كانت نتيجة اللعب مع جلال، لوجين كانت مفكرة أنه لقيت كل شي بتحلم فيه. بالحياة ما فيك تربح بكل شي، في شي لازم تخسره للأسف، أنت لازم تنقي شو بدك من الحياة. هذا المنشور لاقى تفاعلاً واسعاً من قبل متابعي عبدو، غالبيتهم عبرت عن إعجابها بأداء الممثلة في المشهد وقالوا أنها استطاعت أن تقنعهم بما يرونه. آخرون قالوا أن عبدو بدأت مسيرتها بتقديم أدوار كوميدية، لكنها فاجأت الجميع بقدرتها على لعب دور يحتاج شخصية مختلفة. بالنسبة للجمهور، عبدو أحرزت نقلة في مسيرتها المهنية وأثبتت كفاءتها من خلال دور لوجين الذي لعبته في مسلسل ظل. الممثلة الشابة لاقت تفاعل جمهورها عبر حسابها على تويتر، فأعادت نشر الكثير من التغريدات التي مدحتها وعبرت عن سعادتها الكبيرة برضا الناس عن أدائها، كما شاركت تغريدة قالت فيها: الحمد لله كل تأخيرة فيها خيرة.